نحكي رياضة، قصة نجاح بامتياز يهز دوري أبطال أوروبا، قصة مثيرة للانتباه وخاصة برشا حكم باش نسمعوهم معاه. نستقبلوه بحب كبير يوسف بن علي. يوسف مرحبا. يوسف لاعب كرة يد محترف في أوروبا، مرحبا بك. ساعه كل شيء بحدينا بك هادي، شكرا على الاستضافة، مرحبا بالجمهور وإن شاء الله تعدي حلقة بيه. موجود في تونس توا مع المنتخب القطري، توا عنا تربص فيه زوز مباريات مع المنتخب التونسي. اليوم عملنا المباراة الأولى وإن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله تكون أرسل إن شاء الله. عندك جنسية مزدوجة وتكور ضد تونس؟ صحيح، عندي جنسية مزدوجة ومن تقريبا من 10 سنين نلعب مع منتخب قطر لعدة أسباب تو نرجعوا لهم من بعد. تو معناتها أنت تلعب ضد تونس؟ وي نلعب ضد تونس، لكن في إطار رياضي بحت. قلبك وعقلك ومخك؟ قلبي تونسي وعقلي تونسي، لكن لازمني نكون محترف ولازمني نعطي المثال اللازم للملاعبية المحترفين أنه يعرف يفرق بين خدمته وبين أحاسيسه. تفرح كي تخسر تونس؟ جامي جامي. حتى وانت تلعب ضدها؟ والله بصراحة كي نبدأ نلعب ما نخممش شكون باش يربح، نحاول باش نكون ديما لو ميور في التيران، نحاول باش نعطي ديما ليكزامبل او نيفو بيرفورمانس او نيفو معناتها اتيتيود. إذا تعطي ليكزامبل معناتها نخسروا. نجم نعطي ليكزامبل ونربح أنا مرة تونس ما يصيرش. باهي، نهار 21 جوان كتبت ستاتيو. الستاتيو هذايا قلت نحب نكتب بالعربي المرة هذه، على خاطر نحب نعبر ونقول اللي حسيته البارح، حاجه تلخص 20 سنه تعب وتمرميد. بدي بينا نرجع لهم ال 20 سنه تعب وتمرميد، باش يعرفوا العباد انك اليوم باش توصل تهز اللقب اللي هزيته ماهيش سهله. قد ما نجم نوصف قد ما نجم نحكي، ما نجمش نوصف اللي حسيته. يا ربي يا كريم لك الحمد والشكر. 35 سنه نلعب في برشلونه، 35 سنه تلعب في برشلونه وتهز كاس اوروبا، هذه تعرفش معناها، يبيتها في شان ويصبحها في شان. نحب نشكر ناس الكل، خاصة عائلتي وأصحابي وناسي اللي بلاش بيهم حتى شيء. نحبكم. دونك شو اللي يخليك تكتب بمثل هذه الحرقة الممزوجة بفرحة الانتصار وفرحة التتويج؟ أنت رابع تونسي يوصل يهز اللقب هذا اللي هو لقب محترم جدا، نحكيه على بطولة أوروبا. أحسن لقب هو هذي، أحسن لقب على مستوى كرة اليد في جميع يعني الألقاب العالمية، لأنه خاصة الفاينل فور هذي معناتها عملوها دونزون فورم صعيبة برشا باش تهزها. تلعب نصف نهائي ونهائي في يومين ورا بعض في فان سيزون، يعني بعد تعب كبير صعيب ياسر اللقب، وعلى المستوى الرياضي أصعب لقب في العالم، يعني أحسن حتى من بطولة العالم. دونك أنت اليوم هزيت نجم نقوله أحسن ما فما في العالم. أحسن مش النجم نقوله، هو أحسن ما فما في العالم. أول شيء ما هزيتوش وحدي، إحنا رياضة جماعية كما نعرفوا. ديجا الشرف أنك تلعب لفيت تلعب في نادي برشلونة الكرة اليد، تاريخ كبير خاصة في كرة اليد. قرب لي، نعرف برشلونة طايرة برشا في الفوت، طايرة أكثر في الهوند، طايرة أكثر في الهوند، في الهوند طايرة أكثر، لأنه أكثر نادي متوج بكأس أوروبا، 11 لقب، رقم 11 اللي هزيناه السنة اللي فاتت. أحسن ملاعبية على مر التاريخ لعبت في برشلونة، أحسن ملاعبية حاليا في العالم لعبت في برشلونة وتلعب في برشلونة. ميزانية برشلونة ثاني أحسن ميزانية بعد فيسبريم المجري. برشلونة تاريخ كبير، برشلونة مش أنا باش نحكي عليها. خاصة أول مرة لبست الدراب بتاع برشلونة شو حسيت؟ عادي. هي طرفة هذه، يعني هي أنا كي مشيت لبرشلونة في ليلة ونهار، ومعناتها هي جات في وضع استثنائي. هما عندهم أحسن تقريبا زوز دوائر في العالم، أني أنا المركز متاعي لاعب دائرة للمشاهدين. دونك صارت لهم إصابة في شهر أكتوبر، عملوا اون ليست، دونك الليست هذايا لازم يكون لاعب عنده خصال تنجم تلعب في برشلونه. الحمد لله او ديبي جيتي دون لا ليست لي ميور 3، من بعد جيتي لو بروميير كي اللي هما معناتها اتصلوا بيه. وفي ليله ونهار نتذكر، يعني في نهار الجمعه كلموني، نهار الاثنين نترينا في الكامب نو.
شنو شعورك اول مره لبست المريول وغزرت المرايه؟ هو مش شعور الصعيب مش كي تلبس المريول، شعور الصعيب كيف توقع العقد، لانه في مخك تولي انت لاعب برشلونه. العقد قداش فيه من صفر؟ برشا صفار. مي سي ميريتي. برشا صفار سي ميريتي، اليوم نحكيو على احسن نادي في العالم راه. قداش؟ القداش هذيك سي ميريتي تنجم تكون نعرف تنجم إيه تكون نعرف خلي خاطر انا بعد باش نرجع لطفولتك والتمرميد هذاك الكل باش نعطيك باش العباد يفهموا انه اليوم باش تصحح العقد في برشا صفار وراه راهو برشا دموع وبرشا نحكيو على كرة اليد هذه احنا ما نربحوش برشا فلوس كما كرة القدم، لكن نجم نقول لك من احسن العقود في العالم في مركز الدير، هذا نجم نقوله لك. بالمليون اورو لا 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 نحكيو تقريبا بين 10,000 و 20,000 اورو يعني في الشهر. باش نخليك هكاك نعطيك انترفال باش نخليك هكاك خلي السادة المشاهدين يقعدوا يدقزوا. شوية سسبانس. باهي خلينا نبداو الرحلة هذية اللي وصلتنا للنجاح، نبداو من الأول. شكونك؟ منين جيت؟ شنو اللي غرمك بالهوند؟ احنا بلاد أكثر فوت. نمشيو لما كنا صغار. نمشيو. لما كنا صغار. باهي. ما نعرفش كان عندكم في الكرم كرسي كيما هكا ولا لا وقتها ولا لا؟ ممكن اي ما نتذكرش انا كي كنت صغير. ما تتربط في البنك انت كنت ولا لا؟ اكيد. انت كيف نتربط في البنك؟ اكيد انا من جينيراسيون اللي تربط. به ولد الكرم الغربي. ولد الكرم الغربي. عائلتك رياضيه؟ الوالد كان يلعب ركبي، الوالد سيت اون ليجوند في لعبه الركبي، منتخب الترجي الرياضي التونسي. عندي كيف كيف زاد عمي واولاد عمي الكل تقريبا سوسون دي شامبيون في السيكليزم اللي هي رياضه الدراجات الهوائيه. احنا تقريبا عائله رياضيه بحته. عشت طفوله مع ناس مغرومه بالرياضه. وي. لوجوا عليك على الرياضه اللي فيك ولا لا؟ لا ما نتصورش، لانه نتذكر جربت روحي في برشا حاجات، بديت بكره القدم، عملت تايكواندو، ثم عملت كرة طائرة. بعد بالصدفة حبيت نلعب في الترجي لأنه أنا اسبيرانتيست، دونك حبيت نجرب فيك فوتبول، نتصور مستوى ما كانش يسمح باش تلعب في الترجي. دونك وفولي بول أنا ديجا ليسونسي في الكرم، دونك جربنا. تصور نشوفوا فيهم هذا الوالد. هذا الوالد طيب، هو ملقب بالطيب مروش، معروف في وسط الركبي طيب مروش. مروش هو الاسم نتاع عزيزي جدي، لانه احنا عندنا اصول جزائريه شويه. الهوند كيفاش دخل قلبك واحساسك وروحك؟ شويه بشويه يعني، كما قلت لك اول حاجه كان الحاجه الممتازه والحاجه الكبيره اللي حفزتني يعني انك تلعب في الترجي، راك تبدا ولد صغير وفي جينيراسيون نتاعنا نحن تبدا لابس مريول الترجي الحقيقي. ديجا سي معناتها سي ان غيف. انت كنت تحب تلبس مريول الترجي؟ اكزاكتومون. ان شاء الله حتى في رمي الكره الحديديه. اكزاكتومون. او ديبي هذيك هو. بعد نلقى الرياضه عجبتني، فيها الكونتاكت، فيها التشالنج، فيها شويه الاغريسيفيتي. بعد بتيت ابتي تلقى روحك بينك وبين روحك، تمن بروحك، تبدا قصتك مع روحك. سي فري دو ديبا، فما حاجات باش تعاونك، فما حاجات العكس، لكن الحمد لله يعني أنا موجود. وانت صغير كنت تقول لداركم باش نوصل نولي حاجه في الكوره والا لا؟ والا كنت مجرد فاصل في حياتك ويوفى؟ لا ما كنتش مجرد فاصل يعني، انا ملي صغير بوتيتر اول حاجه ما كنتش نحكي لدارنا برشا، كنت نحكي لروحي برشا. كنت نقعد مع روحي، كنت نبدا صغير 15 16 نقعد في المرايه نبدا نحكي ونغني اغنيات زعما فيراج علينا. كل هبلات هذوكم فهمت؟ تغني فيراج على روحك؟ اكزاكتومون اي نغني انا 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 كنت نكمل نترينا في البارك نروح على سقيه يعني حتى للتي جي ام، خاطر احنا عندنا تران يوصلنا للكرم التي جي ام، ثنيه تقريبا نتاع 25 دقيقه. ايه؟ نبدا نغني وحدي، نغني اغنيات الفيراج لانه رود الفيراج انا معناها. وتالفهم على روحك؟ اي علي علي يوسف بن علي وحكايه هذوكم وانا صغير معناها. علي علي يوسف بن علي وانت ما زلت؟ وانا حكي روحي الحكايه هذيك ومانيش فايق بروحي اللي هذيك بوتيتر مون سول بوان فور في الحياه اللي هو المونتال.
وانا حتى ممكن نحاول نعطي خاطر انا داخل شويه تو في مجال البريباراسيون مونتال و توسكي بسيشيك. الانسان اللي ماهوش ممن بروحه وما عندوش حلمه ما يخلق لحد شيء يعني. يعني اي حلمه تبدا بهبله شوي، بعد يبدا يتبع فك الحلمه بشوي بشوي، ومن بعد يحط لي زوتي دو ريوسيت. معاك كما اليوم احنا نعيشوا في مجتمع للناس يعتبروا الهبله هبله. ليه ما يهمكش في الناس؟ ما انا ما يهمنيش في الناس، انا ما بالعكس ما يهمنيش في الناس. كانوا يضحكوا عليك يقولوا في شغل يعني؟ يضحكوا وقت اللي نقول لهم بشنو اللي ملاعب كبير، اصحابي في الحومه يضحكوا. يصيروا طرايف معناتها، اما راهو عادي معناتها عادي معني عادي في العمر هذاك عادي. ساعات تخزر روحك تو فيز تخي لوان. انا كنت نقول باش نلعب في البونز ليغا، بون ما كتبتش باش نلعب في البونز ليغا، ما كان حلمي باش نلعب في الاوروب. اليوم الحمد لله لعبت في احسن نادي في العالم. لما كتبت ستاتيو نتاعك حكيت على صعوبات البدايات. عاده تتسمى الدنيا ضحكت لك، انت تتسمى مزهار، حبيت تلعب مع الترجي، دخلت تلعب مع الترجي صغير، كونتك الترجي لقيت روحك في وسطها. لا لا ما جاء حتى شيء بالسهل، سي با فري، ما جاء بالعكس، كل شيء يتفك، كل شيء يتفك، في الرياضة خاصة، ممكن في مجالات أخرى، أما الحاجة اللي نعرفها أنه كل شيء يتفك بالميريت، باللا ريزيستونس، باللا كونتينيتي. الصعوبات كنت نقرا، كنت نروح مأخر برشا، كنت ما عنديش وقت، جي با باسي معناتها مون أدوليسونس، ما تعديتش بمراهقة، تعديت ديريكت أدولت، جون أدولت ديريكت. دونك هذوما الحاجات اللي من بعد تفيق انه فوالا انت حطيت دي ساكريفيس على الطاوله باش لقيت نتيجه. ايه برشا ناس تضحي بقرايتها على خاطر يوصلوا لمرحله ما عادش ينجموا يوازنوا ما بين الاحتراف في الرياضه وما بين القرايه نتاعهم اللي تتطلب كذلك انضباط. صحيح. انت ايش عملت؟ عملت برشا حاجات. انا نتذكر صارت لي طرفه سيزيام اني مات، انا كنت نحب برشا المات واول عام طلعت اكابر، دونك سيبت شويه القرايه. البروف نتاعنا يعرضني في المعلقه، نحن الشيره نتاعنا وين نجري، نمشي نجري وحدي، نترينا ونترينا وحدي معناها، يعرضني هو ماشي يقري فيا يلقاني في الشارع معناها. وقبل يقول لي يوسف يا اخي مش تقرا؟ نقول له ليه مانيش جاي اليوم. دونك من بعد لقيته تقابلنا، قال لي فريمون فهمت علاش انت في الوقت هذاك تو امي بوكو دو ساكريفيس، برافو فيليسيتاسيون. والحياه مش كان القرايه، مش كان الرياضه، الحياه هي نجاح. تنجم تنجح في مجال وتفشل في مجال، لكن اهم شيء انك تمن بالنجاح نتاعك وتواصل فيه. دونك القرايه بالنسبه لي انا وقت اللي طلعت اكابر في الترجي سلمت شويه، من بعد جي ريكوبيري، نظمت وقتي، ركزت مع روحي، قعدت معناها. اهم شيء تعرف روحك ايش تحب هادي، اهم شيء لازمك تعرف روحك انت شنو تحب، بعد ما تحدد اهدافك تخدم عليهم. باهي. قعدت في الترجي قداش؟ برشا. نمشيو؟ نمشيو. قداش من عام؟ الترجي من 2001 حتى ل 2012، 11 سنة. 11 سنة معناتها عائلتك ولا الترجي؟ هي عائلتي من الاول، مش وليت عائلتي، لانه انا قبل ما نكون ملاعبي في الترجي انا سوبورتير، انا ولد الفيراج ونمشي نتفرج ملي انا صغير. الوالد اسبيرونتيست، مولودين في اجواء يعني متاع الترجي. اعطي عنوان لرحلتك مع الترجي. الوليد اللي يحب امه برشا وامه ما رجعتلوش نفس المحب. نجم نحكيو باقل الغاز باكثر تفاصيل؟ ايه نحكيو، لانه انا اعطيت برشا للترجي، حتى شويه وقت، لكن اعطيت برشا محبه، برشا فيديليتي، اعطيت برشا بروفيسيوناليزم، حبيت نعاون برشا، لكن مش كان الترجي، راهو عقليه التونسي بصفه عامه، دونك احنا الترجي وين في تونس؟ دونك اون سوبي سو بروبليم دو مونتاليتي مالوروزمون. لكن الحياة تتواصل يعني، ما نقفوش. تعرضت لمواقف في الترجي ما تنساهمش؟ تتذكرهم؟ برشا تعرضت برشا مواقف، لكن مش كيما شنو؟ مش هذوما بالعكس، انا شوف، انا انسان ريكونيسون في حياتي بطبيعتي، تعمل معايا شوية نعمل معاك برشا. اليوم بالنسبة لي انا 90% الترجي اعطتني اكثر من اللي وجعتني.
بتتر 10% تحز في نفسي، لكن عادي الحياة ما تنجمش تكون 100%. ترجي اليوم كبرت فيها، عرفتني لعبات في الترجي، درت تونس الكل في الترجي، تعلمنا اللغات في الترجي، تعلمنا كرة اليد في الترجي، يعني ما تنجم تكون كان ريكونيسون لو مينيموم. يعني ما نحكيوش بارتي بروفيسيونيل. 10% الخايب شنو ما هما؟ العقلية هذه، عقلية المحاربة الناجح. كيفاه؟ فسر لي. أنت ناجح دونك أنت خايب. سي سامبل. يعني أنا كيف رجعت 2017 رجعت أن أوتخ ستاتيو، أون أيو دو مال أكسبتي لو ستاتيو الجديد نتاع يوسف بن علي. بالكش رجعت أنت بكتافك. بيان سور رجعت بكتافي، لكن قول لي أنت علاش رجعت بكتافي؟ أنا جافي دوتخ شوا، كاني باش نمشي نلعب لأوروب، ونمشي نلعب في نونت، ونمشي نلعب في سان رافائيل، والعقود موجودة. قولي انت علاش رجعت بكتافك؟ خاطر انا محبتي للترجي قلت انا باش نرجع نغير الاشياء بدايه، نغير الاشياء وانا في عمف وين شبابي 29. رجعت بكتافي سفري، اما رجعت باش نعمل حاجه هي ما مشيتش الامور كيما حبيت انا. الترجي تقول لك احنا نادي عريق ما يكبر علينا حتى حد، ما كبرتش وما فماش عقليه النجم اللاعب. الترجي في حد ذاتها هي نجوميه ساطعه معناتها. بيان سور، اما انا ما قلناش اني انا نجم على الترجي. أنا عبارة أنت تدخل لداركم وتلقى الفوتوي معوج تحب ترجعه، تلقى كواترو سافابا تحب قد يكون الوالد نتاعك يحبه هكاك. هذاك اش عملت؟ أنت تظهر لك معوج. إي خليه هكاك وخرجت هنا. مشيت قديت الفوتوي في داري. وأنت دورك بالأساس أنك تلعب وتجيب ماتشوات باهين، واش دورك تصلح نظام؟ ليه ليه ما حبيتش نصلح نظام، ما احنا نحكيو على عقلية. نحكيو على العقلية، نحكيو على التكوين، نحكيو على الوليدات الصغار كيفاش لازم يخمم على روحه قبل ما يخمم على الفلوس، كيفاش يخمم يحسن روحه قبل ما يحكي على الكونترا. ما يلزمكش انت تقارن روحك مع ملاعبي اكبر منك ب 10 سنين ولا ب 12 سنة. هذوما الحاجات اللي يخليو يعطلوك في كاريرك. دونك شنو صار مع الترجي؟ جافي ان كونترا دو 4 اون دو بلوس، دونك صححت 5 سنين، يعني كان ما جاتش دارنا ما صححش 5 سنين، عمري ما صحح 5 سنين. صارت 5 سنين، معناتها جو فولي فيغ ان غوتور ديفينيتيف، رجعت عائلتي، خسرت برشا فلوس من قطر، جافي ان غروند بونيسيون كيف قررت باش نرجع للترجي، برشا فلوس هذه والاولاد يعرفوا، معناها القراب مني يعرفوا، مي مش كل شيء الفلوس، مش كل شيء، ساعات انت الظروف اللي خليتك تحب تو انت في قطر امورك واضحه، وكي نقولوا قطر نقولوا معناتها برشا ملاعبيه مطمعهم انهم يمشوا لقطر باش يكوروا في قطر، يكفي انه نقولوا العقود معناتها سخيه جدا. محترمة جدا بارابور تونس. خليت قطر وجيت لتونس. إيمو أنا هكاك، أنا تولدت نعمل الخلاف. أنا الناس كل تمشي على اليمين، أنا نصنع ثنية على اليسار. شنو هو اللي يخليك تخلي قطر؟ هاني قلت لك حبيت أنا نرجع جميل لجمعيتي. بداية. فهمت؟ معناها بداية، مش ترجع أونترينور مثلا ولا ترجع فانت كارير باش تجي تعطي شوية نصائح، لا، ترجع وأنت في كاريرك. في عنف وين كاريير كي نقولوا ملاعبي هون 29 سنة، يعني في الطنبك نتاعو. مشيت للترجي؟ حبيت. قداش قعدت؟ سنة. عام. كيفاش كان العام هذا؟ كان في حاجات باهية وفي حاجات خايبة، كما أي سنة يعني رياضية. أنا شوف هذه، أنا ديما راني بوزيتيف. أنا بوزيتيف في حياتي وديما ما نركزش مع الخايب، خاطر كي باش نركز مع الخايب راهو باش يعطلني على حاجات أخرين. دونك جي غاردي لو بوزيتيف، فوالا سا نا با مارشي كيما حبيت انا. مشيت طلبت من الاداره ومشكوره الاداره تفهمت، دونك غادرت ومشيت لفرنسا. غادرت من تونس مشيت لفرنسا اللي هو مش ساهل، وعملت كارير اخرى الحمد لله. في الترجي تعرضت للتقزيم؟ لا مش تقزيم، يحبوني بالعكس. انا نشوف محبه الناس في الشارع، لا والله لا نتمو. مش تحكي محبة الناس في الشارع، محبة الناس في الشارع في الجمعية، في الجمعية، في الإدارة، في معناتها الناس نعرف فما المحبة صادقة، تحس في العينين محبة صادقة، مي أون با الميم لونجاج. معناتها يا إما اليوم أنت تقول في كلام غلط، يا إما كيما شنو المقال اللي قلته في جريدة الشروق ها قدامي تو، تعرضت للتقزيم ولن ألعب مجددا مع تونس. إي التقزيم مش في الترجي، تعرضت له في تونس وقتها مع الترجي انت. إيه مش في الترجي، لا صحيح المقال، انا قلت تعرضت للتقزيم في تونس، يعني في وسط كرة اليد الكل قزموني. كيفاش؟ قال لك فانت كارير، قالوا يجي باش يستنفع هو من الترجي، اللي مش صحيح. علاش قلت لك احنا عندنا عقلية محاربة الناجح. ولن ألعب مجددا في تونس. إيه ما هذا 2016 2017. إيه ما زلت على نفس
على نفس القرار. لم أتنكر لبلدي والوطنية ليست حكرا على أحد. صحيح، الوطنية ما هيش تتفرق في الشارع، هي الوطنية. الوطنية هي شنية؟ إجا نفسره الوطنية أنك تنفع بلادك باللي تقدر، أنك تحاول تشرف بلادك باللي تقدر. اليوم كي نلعب في إسبانيا شي يقولوا اللاعب التونسي صاحب الجنسية القطرية، في فرنسا يقولك لو تونيزو كاتاري، هذا ونيفو إيماج. اللاعب القطري من أصول تونسية مثلا، نفسها هي نفسها تجعش هذه؟ أتشرف أصولي تونسية بالطبيعة. أنت لاعب تونسي؟ لا، أنا تونسي نلعب مع منتخب قطر حامل الجنسية، كما مثلا بوغبا. بوغبا سيان غينيا، من غينيا، حامل الجنسية الفرنسية. احنا عندنا غير على أولادنا، ايه، وغير على جنسيتنا. شبيه كي جبنا سانتوس وجبنا كلايتون، ما كانتش الغيرة هي بيدها. البرازيليين ما قالوش سي اسمع راهو المشكلة أنا لا شديت سلاح على بلادي ولا جيت أفشيت أسرار دولة، لا، أنا مشيت اخترت ان شوا سبورتيف اللي عاوني باش وصلت اليوم بحذاك. لازمك تعرف اليوم اختياري أنا المنتخب قطر هو اللي حل يثني، مش هو اللي وصلني راهو، أما هو عاوني. فلما عرفنا المبلغ اللي خذاه باش تنزل بها على باش تحصل بها على الجنسية القطرية، فهمنا سر حبه الشديد للجنسية هذه. لا، شوف، أنا ديما نقول كيف تبدأ واقف على ساقيك سي لا و تي دوا اتر غوكونيسون، باش تكون عندها فالور وعندها كريديبيليتي. باش نفهمك النقطة شنو هي، يعني اليوم أنا ما شكرتش وأنا طايح، خاطر كي نشكر وانا طايح نولي ملزوز باش نمنع نفسي. اليوم انا الحمد لله واقف نكور ونشكر في الناس اللي عاونتني. ما تنجم تكون كان صادق، رقم واحد. رقم اثنين ما خذيت حتى مبلغ، اثبت لي ونتحدى اي واحد يثبت العكس. لا، ما خذيتش مبلغ نهار اللي خذيت الجنسيه القطريه خذ الفلوس، اما تعرف لي احنا باش تولي لاعب قطري باش تولي عندك امتيازات عديده، تضمن انت نتائج رياضيه، انك تلعب مع قطر، انك تلعب مع قطر، انك باش تخلص مليح لانك تنتمي الى منتخب قطر. ليجيتيم، سي ليجيتيم، هي ليجيتيم، اي بالعكس اتشرف بهذا القرار الذي كان مساهما في اليوم حصول يوسف بن علي على رابطه الابطال اوروبا. يوسف بن علي باع الجنسيه، باعت شيء، لا باعت لشيء، باع وطنيته. لا لا، وطنيتي بالنسبه لي انا وقت اللي تكون مواطن صالح، لي زانفستيسمون بتاعي في تونس، نصيف كان في تونس، صحابي وحبابي في تونس، ناسي في تونس، ديما تونس، عندي اون جروند ليزون ومش مزيره هذيك الوطنية صحيح. علاش خديت القرار انك اليوم تاخذ الجنسية القطرية؟ علاش؟ مش قرار، ما فهمش قرار، ما فهمش قرار، ما فهمك انا شنو هو. الجنسية راي كان كانت كيما النتيجة. احنا جانا أمير الدولة أعطانا الجنسية الأصلية وقت اللي فزنا بثاني العالم 2015. احنا أو ديبي أون افي دي باسبور دو ميسيون كيما أي ملاعب آخر. دونك احنا ما تفكرناش، انا وقت اللي مشيت نلعب مع منتخب قطر نعرف اللي هي بيريود وباش نروح على روحي، عباره عن كونترا دو كلوب، سي با بلوس كو سا. جاكم الامير عطاكم هديه ونستاهلوا، ومشكور على هذه البادره وبارك الله فيه، ونتصور اقل شيء لانه احنا نخدموا في الدوله، في دوله قطر ونشرفوا في دوله قطر. صحيح ممكن التونسي توا توجعوا خاطر يقول لك يوسف نتاعنا ويقول لك ابريتو كارو نفعنا نحن وبلادي وان جارت علي عزيزه. ما جارتش علي، هي اشخاص. فما بالك اي بلادي معناتها، هي اشخاص ما خلونيش نلعب انا. يا اخي انا قلت تولدت مشيت لقطر ما خلونيش نلعب انا. انا 4 سنين في منتخب تونس نعمل استاجات كل ونروح، نروح لافي، نروح بدموع على خدي. يعني انا قعدت واستنيت وشديت الصف. هي في الاخر بالكل انا 24، انا اول ماتش انترناسيونال عمري 27 سنه. شنو هو معناها؟ لازم انا لازم نقعد بطال ولازم نضيع كارييري باش يقولوا والله يوسف تونسي واصيل؟ ليه ليه يا خوي، انا عندي عائله وعندي صغار وعندي مستقبل وخليت قرايتي وخليت اموري. يلزم زاده بروفيسيونيلمون جو دوا بروندر لا ديسيزيون كيل فو. اتهمت بالخيانه؟ هي اتهمت انا بالعكس بالعكس، هذه شوف هذوما راهم لي ريزو سوسيو والفيسبوك، انا راني ما ناخذش عليهم. ما هو محبة الناس الحقيقية أنا أشوفها في الشارع. إجا نهبط أنا وياك في أي مكان تو تشوف يوسف بن علي في عينين الناس. خاطر مش الملاعب يوسف بن علي الشخص. تصويرها كما هكا شنو تعني لك؟ هذيا في 2010 في القبة ضد كوريا، نحضروا في كأس أفريقيا أحسن دايرة وقتها في تونس. أحسن دايرة محلي.
وما مشيتش لعبت كاس العالم 2011 هاي كون اكسيون وماركيت هذيك نذكرها. مش تحب تقول انت 2010 عمري 23 سنه مش بوتنسيال هذاك ضاع على تونس ها قدامك مش بوتنسيال بوتنسيال ضاع شكون المسؤول تلوم فيه انا الضحيه وسلكت قداش من ضحيه وراي قداش من ضحيه ما ظهرتش سي سا لو بروبليم هذا هو البروبليم الصحيح اليوم انا تسمى سلكت الحمد لله رضيت الوالدين وخدمت على روحي فما برشا ناس مشيت في العفس فرحت بها الجنسيه القطريه بالعكس عاديه انا فرحت بالتتويجات فرحت بالنتائج الرياضيه لانه انا تركيزي كل رياضي هزيت برشا القاب الحمد لله برشا هديت قطر برشا القاب صحيح وقت اللي تونس كذلك في حاجه الى ذلك هي ما تلومنيش انا اي كاو جوست انا عباره جست. اليوم انت عندك حاجه ولا واحده جاء واحد اخر هز تقول له علاش تهز فيها انت لوحده سي بون لوحده لوحده عطيتك مثال بسيط بطل اسيا 5 مرات 2014 16 18 20 22 وقت اللي تونس تفاقم في الوقت هذا وي سي فري ما نقولش انا كان جيت انا موجود راهي تونس هزت كل شيء اما انت ومجموعه كامله لانك في نهايه الامر مش انت برك اللي تجنست وي انا كي مشيت نلوج نلقى قدامي 10 لاعبين تجنسوا على الاقل له 10 لاعبين هم قدامي ممكن اكثر ما نفهمش التركيز معك انت بالذات ممكن انا نجحت اكثر ممكن انا اللي داومت منتخب قطر ممكن ارقامي ممكن انا نقول راهو ممكن انا اتراكتيف معناها نجبد نجبد العبيد 2014 16 18 20 22 تروحوا ببطوله اسيا لقطر ما هي انواع الهدايا اللي تنجم تجيك من الدوله القطريه وانت مروح بالقاب هو شوف اونيتمون معناها وانا الناس هاي تسمع فيا وتتفرج فيا احنا في كما اي دوله فما ان باريم دو تيتر يجي من اللجنه الاولمبيه اونيتمون او معناها حتى التوانسه نفس الشيء ناخذوا الباريم دو تيتر وكا معناها احنا 2015 ثاني العالم معناها والناس تحكي على ديار ودرا شنو فما حد شيء معناها فما حد شيء انا كان خذيت كل شيء في 2015 راني بطلت يزي في البرك على انت ماكش تلعب على الفلوس بالاسم تي مومون دوني احنا نلعب على الفلوس يكذب عليك كل جوار بروفيسيونيل يلعب على الفلوس خدمته يلزم يشيخش سا بيرفورمانس سا ميور بيرفورمانس باش يقعد توجور في الـ في الـ في الـ في التيران باش يخلص باش ديما يلونشين لي كونترا تي خدمتك وراء انضمامك للمنتخب فما مدرب امن بيك برشا شوف غادي الفيديو واعطيني رايك من بعد هي رايبت ان دوخا وي 23 24 years old and he from the beginning he wants to be the best okay he is the most important for him every day he wants to improve every day he wants to be better one of the best pivots in Asia sure in Asia is the best if we talk about the war is one very important pivot in the war okay to play with Barca means that every day you must do your best And he was very very important in the Champions League when the pivot Fabregas was injured, he showed that he was very important against Flensburg. I think that he did he scored 12 goals in the elimination, 12 goals to 13 shots. His career was excellent because. A lot of players can say, okay, I am a specialist in defense, I continue in defense. But the important for Josef was that he did everything to be better in attack. And now, he is very, very, very good in attack, and he continues, when he is concentrated, he is continues to be very good in defense. No? The secret always is the work. He is a worker. He is a worker, and he wants to compete. I only can say that I am very, very, very proud about you, Josef. You are excellent player, excellent person. Valero Rivera Lopez. Incroyable. هذا
المدرب شنو يعني لك؟ انكرويابل. يزمك تعرف انا اول مره نسمع هكا راه. عمره ما قال لك الكلمة هذه؟ جامي دو لا في. سي انكرويابل. حاجة مهمة للمشاهدين، فاليرو ريفيرا في الهوند ممكن نقارنه شوية بالفوت، كما مثلا أليكس فيرغسون، كما كابيلو، كما أنشيلوتي. معناها سي ان تخي 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 غران انترينور، 20 سنة ولا أكثر في برشلونة، 6 تشامبيونز ليغ مع برشلونة، كأس العالم مع إسبانيا، وراجل معناتها مهم برشا في حياتي، اعطاني برشا، علمني برشا انديريكتومون هادي، لانه انا سراق، نسرق نتعلم ونسرق كل شيء، كاركتير، اتيتود، لي مومون كريتيك. في الكلام اللي قاله لك شنو هي الجمله اللي مستك؟ هيز وان اوف ذا بيست ان ذا وورلد. كي تجيك من عند فاليرو ريفيرا راهي ماهيش شكر. انت واحد من اهم لاعبي كره اليد في العالم. في الدائره. في الدائره. الحمد لله، الحمد لله. أنا بالنسبة لي أنا هذايا ممكن أحسن تتويج، خاطر عشت مع 10 سنين وعشنا برشا مشاكل ورانا ديما نتعاركوا مع بعضنا، راهو معناها يلزمك تعرف كيما البول ولد، فهمت؟ ما نحبه برشا خاطره صادق، وخاطره ديما معايا في أي ديسيزيون، ديما معايا، ديما مساندني، علمني برشا كرة يد، علمني برشا حاجات البرة من كرة اليد، علمك الثقة في نفسك. نجم نقول له كان ميرسي بوكو، وهذه هي رسالة المدرب الحقيقية، أنك تاخذ ملاعبي تردوا ملاعبي بي وتطوروا على المستوى الإنساني. بي اليوم أنت تلعب وأنت لابس مريول دولة قطر. أنا نعمل في مهنة وإلا بشعور ولاء وانتماء. شوف احنا في الرياضة في الآخر بالكل نلعبوا في الهوند. نلعبوا في الهوند، معناتها يعني اليوم أنا ممكن جي توجور افون في ليكيب ناسيونال، خاطر نحسها بلاصتي نتاعي. كوناها نحنا ليكيب هذايا، معناها لي تيتر هذوكم الكل احنا عملناهم، الجروب هذايا اللي عملوا. بون تبدل برشا، اما معناتها في البوست نتاعي انا، نتاعي ولدي. دونك جيساي ديما باش نحطوا احسن حاجه. ديما نحب نهز كل شيء مع منتخب قطر، لانه قصتنا نحنا، احنا كي خذينا الورقه في منتخب قطر ورقه بيضاء. ورقه بيضاء معناها، مع بيان سور فما برشا ملاعبيه كبار في منتخب قطر قبلنا، لكن على مستوى التتويجات اللي باش تعملوا الكل باش يتقيد. مشيتك لبرشلونه كانت غريبه عجيبه. علاش؟ لانها مغامره. وي. انت لبس عليك. وي. مع نادي العربي وقتها. نادي العربي. امورك هانيه. وي. تخلص بالعمله الصعبه. مستقر. هي. ناجح. تخلي هذا الكل. عندي مشروعي مازلت كي حليته. وعندك مشروعك مازلت كي حليته. وغاطس. اي. وش تعمل؟ نخلي الدنيا كلها نمشي برشلونه. من اجل قديش؟ اقل برشا فلوس من اللي ناخذ فيهم. والوقت نتاع العقد، مده العقد؟ شهر. قالوا لك شهر. حتى قالوا شهر عسل، ينبروا جميع على فيسبوك، قال لك شهر عسل. باش تعرف معناها لا سوز استيماسيون تاع شهر عسل، تيلعب انت حتى انا في تصريح قلت لهم عشيه نصح. اونترينمون واحد نسى، تعرف معناها برشلونه هذه تدخل في التاريخ. راهو اليوم تدخل انت للبلاو، البلاو جرانا، يعني الصاله الكبيره، تلقى تصويرتنا هكا على العرض كامل، وتلقى فاتشاتي هكا موجوده. ما سي سي انورم معناها. تيودي احنا رانا شكون؟ احنا في الرياضه هذه لازمك تعرف رانا عرب، معناها رانا اول حاجه بالنسبه لهم هما رانا درجه ثالثه. على المستوى الثقافي، على المستوى الرياضي، يعني باش تجيب واحد يدخل معاهم حتى لمدة شهر، سيت اون غروند فيرتي. فما لعبة حظ، لأنه مصائب قوم عند قوم فوائده، لو كان ما تضربش اللاعب راك ما تكونش هنا. وكان أنا ما جيتش عندي صورة طيبة وسمعة طيبة وعامل دي شامبيونات دي موند وعامل دي ريكور، راني ما دخلتش في الليست لوميني. راهو ما يعرفونيش أصلا. ضحكوا عليك في تونس، ما خلوكش مبروك، ما خلوكش مبروك على برشلونة. نبروا عليك. بقى لك شهر عسل. يا اخي ولا سنة زواج. دونك مشيت على شهر. وي. قعدت عام. شريوا العقد نتاعي. خروجك من برشلونة كيفاش؟ باختياري، حبوا يخليوني. اي. وبشهادة فاليرو وبشهادة يعني رئيس النادي، إلى انسيستي، لكن أنا جي بخي اون ديسيزيون من الأول باش نمشي للنادي إكس. علاش؟
Sur trois plans, le plan sportif, le plan temps de jeu ou le plan challenge. نتصور لي تخوا بلان هذوما ينجم يكونوا في برشلونه محفوظين. بلان سبورتيف نتصور عملت لو بلافون مع برشلونه هزينا 4-4 خاصه ليغ دي شامبيون اللي هو معناها صعيب على الاخر راهو هادي معناها نحكي لك راهو صعيب معناها احنا عملناو البرونستيك نتاعنا 25% باش نهزو صعيبه معناها عندك كيلسي منتخب نادي اكثر من منتخب معناها لو بلان طون دو جو المضروب باش يرجع باش نوليو ثلاثه نقسموا في 60 دقيقه ما عادش 30-30 باش تولي بوتيتر 20-20 اللي انا ما يساعدنيش دونك او نيفو بروجي ولو بلان تشالنج اكس قاعدين يطوروا يلعبوا في الاوروب الكوب دوروب جو فيتخ لو بروميي بيفو لو رول برانسيبال مش برشلونه تخلت عليك ليه 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 تنجم تستقصى انت وتعرف ليه 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 نسال ليه ما نجمش تخليو عليا انا عامل دي ستاتيستيك انورم في برشلونه يعني عامل 83% وهز ليك دي شامبيون مانيجمون معناها المنطق المدرب يقول لك علاش نحي في واحد ماشي لكن الملاعب الصحيح لازم يعرف يختار شنو الانسب اللي هو ميم حتى برشلونه راهو بالنسبه لي انا انك تقعد في برشلونه وافيك ان بوتي رول سي با اكسيتون بالنسبه لي انا ماني حكي فارغ مفتك ادوار البطوله ما تنجمش انا عمري 35 سنه لي كونكورون 24 و23 لا لوجيك دو سبور هما المستقبل مش انا معناها انا نعرف نتفهم لازمك تعرف تختار شنو اللي يناسبك ما تقعدش تتبع وهذا ممكن كما قلت لك قبيله من الحاجه من الحاجات اللي ممكن تميزني نعرف نختار وعقلاني في اختياراتي الحمد لله جوسكا ماتنو المنتخب الوطني تتبعه ولا ليه؟ ديما نتبعه بيان سور اش قولك في ادائه؟ génération jdida fama beaucoup de d'évaluation ou lazem barcha khidma al mustawa al qa'idi barcha continuité lazem khassatan al ashab al qarar ya'awnu al saghar bach yalabou al barra fi l'europe al hal al wahid annahom yalabou fi low niveau khater mumkin mustawa al boutoula ma yenjemchi ykhalik tasna' mla'biya tnajem ta'mel des championnats du monde kbar ou tnajem hatta taw tqara al muntakhab al masri فرحت للترجي ولا ليه؟ حسب رايك انت شنو؟ ما نعرفش نسال انت تعرف ما تسال باهي من جبتها ذي؟ تتفرج ها؟ هذه طرفه هذه طرفه فما واحد من الجمهور قال لي اش تعمل انت في البلوز؟ تصور معناها قلت له انا شيختي كي نبدا في البلوز معناها ما نحبش نقعد لا لوج لا اكيد هذه معناها ما نجمش معناها دارنا معناها حتى لو كان نبدا لاهي مسافر ما نعرفش نلعب انا نتذكر مره ماتش صدقني هذه ماتش نكور وستريمينغ خليته عند الكيني صدقني قسما بالله نسيت اندير بي 2018 ما بول الا غير وما مش من النوع اللي نتباهى بشيء هذا خاطر محبه انت كي تحب ولدك تمشي في الشارع تقول ولدي راني نحبه اللهم اللي يتصنع به باش نعمل معاك لعبة. نعم. باش تعطيني اللاعب الأقرب لقلبك من لاعب الترجي. دونك الترجي. توا. أي توا. لعبة هذيا. لعبة اسمك هذيا مشكلة تحضر لي مشكلة. اللاعب المثالي ولا لا باش تعطي تكنيكمون شكون اللي يعجبك خير شكون باهي أوكي يلا. أداؤه خير. باهي. نبداو للاعب المثالي. ألور بلال عبدلي وسام أبو غانمي. بلال عبدلي. على خاطر ولد الترجي تكون في الترجي تعدى بالاصناف الكل خاصه بلال قاعد يباس ان كاب تريز امبورتون في كاريرو ونحبه برشا نحبه برشا خاطر متربي ويسمع الكلام وديما متواضع في التيران باه دونك بلال بلال عبدلي بلال عبدلي غسان التومي حتى غسان راهو معناتها قاعد يباس ان كاب تريز امبورتون في كاريرو نخليه بلال عبدلي اما غسان نحبك برشا دونك نخليو بلال هاي سيدي يا مشكلة طارق جلوز هاي زيك بلال اخترتك مرتين طارق جلوز عندك تفسير؟ نحبه طارق نحبه محبة ما عنده حتى دخل بالهونت
نحب بورتون راه شكون يلعب خير بلال ولا طارق؟ لا كل واحد في بوست اما زوز شكون يشيخك في اللعب خير؟ الزوز باهين على خاطر توا بلال ولا يلاسوم في الاوقات الصعيبه ولا يهز لي مومون طارق سي ان تالون معناها من اللي كان في الحمامات وايمانمون حاجه كبيره برشا للاثنين دونك طارق نخليه طارق يوسف معرف حتى يوسف انا بو ما عنديش بيه صله كبيره برشا لكن نحترمه برشا و سي ان تري بون جوور وقاعد يتحسن دونك نخليه طارق صراحه ولا ما تحبش صراحه ما كانك لهنا قاعد تقيم ذاتيا ماكش تقيم موضوعيا ليه نقيم بقلبي انا من زمان أنا قلبك معايا قلبي بقلبي ديريكت طارق به حازم باشا ايه حازم باشا زيد نحبه برشا سي ان جون جوغ سي ان جون تالون انا نقول له مانيش باش نختارك اما باش نعطيك نصيحه ساقيك في القاعه تخدم على روحك تنجم تعمل كارير من احسن ما يكون وتنجم تولي من احسن ليزارير جوش في العالم يقعد طارق يقعد طارق يمشي حازم يجي في بلاست حازم اسلام الجبالي كيف كيف اسلام جبالي معناتها مش في جينيراسيون ما لعبناش مع بعضنا وهو ولد منزل تميم وقاعد يزيد كيف كيف يتطور نفس الشيء نحب ان نوجه له يعني تحيه ونقول له كيف كيف اخدم على روحك تنجم تعمل اون تري بون كارير ونخليه طارق طارق ويجينا عبد الحق بن صالح عبد الحق بن صالح توا تقريبا اللاعب المثالي في الترجي معناتها انا شيخني انا درنيرمون شيخني خاطر دخل في لو ستاتيو دو ليدر ولا يكونترول تري بيان معناتها اصحابه ويكونترول تري بيان لي مومون كريتيك دونك نحبك برشا عبد الحق ما نخلي طارق باهي أصيل كيف 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 هذوما ما خلطتش عليهم انا تعرف علاش خاطر طارق ليه شكون يشيخك في ادائه مش شكون اللي عندك طارق بيه علاقه به طارق انت لهنا تحكم بقلبك إيه حر انا حر حر خو انا مو اسمع ديما فما الكوتي عاطفه في الحياه اما اصيل اليوم الناس كل تحكي عليه وتحكي على ادائه انا ما نحبش نحكي عليه تعرف علاش؟ علاش؟ خاطر انا نتصور عنده اكثر من اللي قاعد يقدم فيه وخايف عليه انه ياكلوا له معناتها راسه مازال صغير معناه مازال يدوا فيغ سي بروف ميم سي راهو سي ان تري بون غارديان وعنده معناه الامكانيات باش يولي عالمي راهو نحكيو على المستوى العالمي نجم يولي من احسن خمسه غارديانات في العالم دون دو زون اما كونديسيون اول حاجه لازم يلعب البر يلعب ليك دي شامبيون يلعب مستويات عالي ويخدم على روحه واضح به دونك الاختيار نتاعنا تركز نهائيا على طارق جلوس طارق جلوس دونك طارق جلوس بالنسبه ليك هو اللاعب المثالي والاقرب لقلبك وقايل باش نعملوا ترتيحه صغيره باش نعملوا لعبه نعملوا لعبه تا هوند اما فيها تحدي كبير برشا ليك صعيبه باش تلعب هوند ونتصور بالشوط بلانتيات زاده اي اما اصعب بلانتيات باش تشوطهم في حياتك تشوف علاش ان شاء الله خير يوسف في تحدي الهوند بول عندنا التحدي نتاع الهوند جبنا الكرة خفيف معناتها حاولوا بها ما يصيرش وباش كل مرة تطيح حاجة تلاحظ حاجة غريبة في النموذج اللي باش نخدموا عليه ولا ليه؟ فما الفيد فما الفيد فما تعرف علاش الفيد؟ الحاجات اللي باش نحطوهم ناقصين يا أخي قلنا باش نعبيوهم دونك أنا جاتني فكرة قلت علاش ما نستقبلش فاطمه وقصي دونك فاطمه نعطيها الجنب هذاك وقصي يبقى غادي نجيب حدانا فاطمه وقصي مرحبا مرحبا حاجم على السلامه مرحبا على السلامه ايش هاك ايش هاك شو تعملون على السلامه على السلامه انت قصي على السلامه مدموزيل فاطمه وي لاباس بابا معاكم سافا لاباس صعيب ولا كيكو برا في الماتشويت في الماتشويت ها انت تكوره تلعب هوند ايه
ويبدا صعيب معاك؟ نلعب هوند نطبق كريستيانو رونالدو. وفاطمة؟ أنا نعمل جيمناستيك، نحب أنا جيمناستيك. تحب الجيمناستيك؟ وتمشي تترنى ساعات هوند. تترنى هوند شوية؟ إي صح. باهي، شوفوا باش نعملوا لعبة، اجيو معايا. باش تقعدوا هنا، وبابا باش يضرب الكرة. ما يلزموش يضرب. أوب. صحيت. هاي فاطمة. فوالا. استنى باش نردوها اللعبة أحلى. شردوها اللعبة أحلى. باش نغمض لكم عينيكم. أوكي هاي. فاطمة ما يسالش نفسد لك شعرك؟ لا. لا؟ أوكي سامحني. تشوف هكا؟ باهي. يا فاطمة كاين هالكرة الأولى جاية عندك ها؟ رد بالك ها؟ ولادك في الميزان. تعطيني التوب؟ عندك اي؟ بنالتيات. دبدوب. دونك ضربنا الدبدوب. وين باش تمشي تو؟ دربوك. للدربوكة؟ يا فاطمة. الله أكبر. علي. أنا قلت باش تكسر لك الاستوديو. يا فاطمة. فاطمة. سامحني فاطمة كان نضربك من غير ما نقصد. قول له نسامحك ما يصيرش قول. يا ستار يا رب. برافو برافو هذي بيان بيان تشيك تشيك برافو سي بيان تري بيان بيه فاطمة برا بحدا بابا ايش يا ماما ايش اعطي الفاطمة فاطمة تعرف شو فاطمة باش تضرب اقرب شوية فاطمة اضرب عمي هذي قمر في عمي هذي هاي قوي برافو دوماش 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 سلكتها هادي اوف سلكتها قصي قصي برا قصي برا بحدا ابوك نحي برا بحدا ابوك نحي اي نحي اي برا بحدا ابوك ايش يا بابا سيخي قدام اليسار يدك الفوق هاي وازي توب صحيت برافو ضرب البيبرون ها؟ نجم تجيب فيا؟ هاي نضرب ما يصيرش اضرب وقال اضرب وقال يلا لا عاد انا حديك دوسمون دوسمون ما تهزش سيخك ساقي قدم شوي ساقي كسوس في القاعة يلا ما حبيتش تضربني ها؟ ما حبيتش تضربني ها؟ فاطمة حنينة أنا شفتو خايف هاي شوف حدايا فاطمة عجبتك اللعبة؟ إي باهية؟ شكون أحسن واحد اللي عجبك في اللعبة هذي؟ اختار واحد مننا احنا الكل احنا الثلاثة برافو كانت هذي يوسف أند فاميلي هاندبول يوسف تصويره ناقصه تعرف شكون ناقص قصي معانا ولا ليه؟ أمي انت تعرف امك وبوك كيفاش عرفوا بعضهم ولا ليه؟ انا كيفاش عرفوا بعضهم؟ ما نحبش نقول قول مثال حكيوا لك هما؟ اي انت سالتهم؟ ايه كيفاش عرفوا بعضهم؟ فيسبوك قصي يسال كل شيء ما شاء الله وانا نحاول ديما نربيه على لا سيرينيتي والصدق وكل شيء معناتها يكون واضح قدامه بور كي برون لو بون اكزامبل توجور قلت له الحقيقه بيان سور علاش خبي علي راجل تبارك الله تبارك الله عمرك قداش؟ تسعة سنين فاطمه انت عمرك؟ ستة ستة سنين خلينا نستقبله بحب كبير ماما شنو اسمها؟ أميرة أميرة مدام أميرة عسل مدام لاباس شنو حوالك
حشومة حشومة. راجلك مسيرته ياسر فيها أخذ ورد. إي صحيح. كل شيء تعد على راسك؟ بريسك إي إي. بريسك كل شيء من 2009 نعرفوا يوسف. كيفاش عرفتوا بعضكم إيه؟ عرفنا بعضنا فيسبوك؟ فيسبوك صحيح إي. بعث لي انفيتاسيون قبلته. قعدنا شهر هكاك أمي وبعد حكي معايا معني بعث لي مساج. بريسك اخر نهار في رمضان ليله العيد هكاك. وانت كيفاش بعثت لها انفيتاسيون معناتها وين شفتها؟ ما نعرفش. والله ما نذكرش بالضبط ما نذكر معناها وقت الفيسبوك الفيرسيون القديمه. اي نذكر في نلقاها هي بركة اون ليني. قلت لها على السلامه سي تو بدينا نحكيو من وقت. معناها فريمون سيتي اون كوانسيدونس معناها صدفه. ومن بعد بتيت ابتي بديت معناها نلقى في الحاجات اللي نحبهم في المراه. قعدنا معناتها مده باهيه نتقابلوا نخرجوا ساعات خاطر وقتها نترينا انا صباح وعشيه وهي تقرا مازالت. دونك كنا معناها الافكار كانت متقاربه هذاك علاش في ساعة معناتها لقينا بعضنا. مدام اميره معناتها عاش برشا مواقف صعيبه في حياته اللي يطلب حد باش يقول له اي ولا لا ولا يعطيه راي. انت تفهم في عالم الرياضه وكره اليد ولا لا؟ انا من قبل نتبع هوند معناها نحب الهوند اكثر حتى وكي عرفته هو زاد حبيت اكثر معناتها اللعبه ذي. يشاورك في قرارات؟ اي اي. شو القرار؟ وانا نعطي رايي اوبجيكتيفمون معناها. قرار مثلا برشلونه شاورك عليه ولا لا؟ بيان سور هذاك ممكن اصعب قرار معناها خاطر باش يبعد علينا خاطر قبل كان معانا معناها. مشى لفرنسا مشيت معاه في تونس معاه في قطر معاه كي مشى لبرشلونه جيت اوبليجي باش نقعد في قطر خاطر صغار يقراو ويتو دونك اش قلت له على برشلونه؟ اي ولا لا؟ ما نجمش نقول له لا شكون يقول لا لبرشلونه؟ ما نجمش نقول لا وعارفه اللي هو باش يمشي باش يكمل معناها مش كيما قالوا باش يقعد شهر ويرجع فهمت عارفه اللي هو باش يمشي كونفيرمي باش يقعد معناها ايفيكتيفمون القابلة استو غاديك فخوره بالمسيره نتاعو على الاخر فخورة على الأخر. شو الناس اللي ما يعرفوش على يوسف؟ اللي أنت بحكم العشرة وبحكم تعرف يوسف تعب برشا معناها وبرشا شاف برشا ظلم لهنا وكل شيء هذاك الشيء اللي خلاه معناتها يخرج لبرا ويختار شوا معناتها الاكستيريور أنا نعرف معناها نعرف اش معناها آخر نهار في ستاج معناها على أساس باش يمشي معاهم ويخرجوه فهمت معناها اون ديسيبسيون توتال علاش ما فماش سبب فهمت مش سبب سبورتيف فما اسباب اخرى معناتها اليوم نتصور انا راني نحكي راهو صريحه معناتها ما نجملش في الصوره خاطر هو حب يجمل شويه الصوره ما اما يمكن الحقيقه اوضح من انها تتخبى صحيح متعب كزوج ولا لا؟ متعب الريتم دو في نتاعو معناها ماتشوات يغيب علينا برشا استاجيت فهمت هذاك الكوتي اما كزوج لا لا بون في ليجين دو في زاد ليجين دو في الماكله لي ديتاي ماني نقول قايل هما اش دخلهم ماني ما بارفوا سون اوبليجي باش ياكلوا كيفي باش السكر لا الحلو لا الحاجات هذوكم دونك بدات توا ولا ان سيستيم دو في انت شنو تعمل في قطر؟ انا اللي هي بالبروجي نتاعو اللي في قطر اللي هو؟ اللي هو شوب سوبر ماركت كيتر شوب عامل سوبر ماركت في قطر هي او ديبي كانت اون سوسيتي دو سامحني اون سوسيتي دو امبور اكسبور من بعد جاتني الفكره نتاع دو ديفلوبي لو برودوي تونيزيان في الدوحه لانه موجود لو برودوي لكن الي با بيان فالوريزي ماهوش محطوط في الكادر نتاعو دونك اون ابري سيت ديسيزيون باش نعملوا الشوب هذايا اللي هو فيه معناتها 90% دي برودوي تونيزيان في زاد بارتي اللي هي هذيك البروميير ايتاج في بارتي سبورتيف الهيلثي كوينز توا كيف كيف قاعدين نجيبوا في حاجات لي زاكسيسوار نتاع الكوب دي موند نتاع التوانسه سور دوموند دونك حاجه اللي من الحاجات اللي نحبهم انا مغروم برشا بالبيزنس و سي ديجا في الفورماسيون نتاعي في فرنسا عملت ماستر بزنس مانجمنت ام بي اي دونك جيسي دابليكي للحاجات اللي تعلمتهم في حاجه نتاعي به بخلف الموهبة متاع الكورة عنده مواهب أخرى ولا لا؟ إيه أهم موهبة يغني مليح ها؟ والله ما أنت كان عطيت الميكرو ما حشمناش؟ لا لا حتى أنا غني مليح هذا أنا جايك
انا هذه راني معناها اماتور معناها ما نحبش الفنانين يتغشوا يقولوا كذا ينقز على دومين. ايه عندنا وليد الهيشري. بعد ما تعودت بعد غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الأمان والتمن والتمني كلمتي اتقالوا اتقالوا وشالوا الصبر مني كلمتي اتقالوا اتقالوا وشالوا الصبر مني صحوا في عينيا حنينهم لابتسامة صحوا دمعة ودي كلمة من كلامة صحوا حتى الحيرة صحوا الظنون صحوا حتى الحيرة صحوا الظنون وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بغرامه بغرامه وابتدى الليل الليل يبقى أطول من ساعاته وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بغرامه بغرامه وابتدى الليل 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 يا ليل يا ليل يا ليل شكرا هو انت بربشتني شويه هادي راه تحيه شكرا للفرقه حاجه انا تشرفني راه وانا حاجه تشرفني كيما معناها باش نعمل هكا دندينه صغيره مع عمالقه في العزف خاطر انا ديما نحب نتعلم حاجات وسان في بليزير اني هكا جيسي دابليكي الحاجه اللي نحبها اش قولكم فيها من غير مجامله فما غنية عزيزة عليا معناها نحب نقول منها حاجة كان تسمح لي هادي شوفوا مع المايس وحيد همي شايل ضايق مر الويل ضايق مر الويل شوقي ليكم طايل سهران فكري حال وليل الغربة طويل ليل الغربة طويل مكتوب لي في كتاب يا مندوق عذاب نايم شبابي يشيح في ديّا هايم غصن شبابي يشيح في ديّا وتذبل لي لوراك وتذبل لي لوراك يما الله كهو دينا رياضة كملناها ترتتا علاش ليه؟ علاش ليه؟ خليني نسكر رياضة باش نوريك فيديو حاب نكمل بها اوكي نشوفوا الفيديو الاخراني يوسف معناتها بحكم بون معناش فرد عمر صحيح اما لعبنا معناتها ضد بعضنا ومن بعد في ليكيب ناسيونال في 2010
وقتها كانوا انا اول تربصات نتاعي مع ليكيب سينيور مشينا طولنا مع بعضنا في روماليا نتذكر وبتنا مع بعضنا انا وياه في ردبيت. كانت ديما تجمعنا معناها صداقه كبيره برشا ديما نحكي ولعبت في برشلونه ويوسف كيف كيف تجربه كبيره بالنسبه لي هو وبالنسبه لي انا زاده. الحاجه الوحيده اللي ربطتنا اللي هو في العام معناتها نتاعو في برشلونه هز الألقاب اللي لعبوا عليهم الكل وأنا كيف كيف زادة في الأول عام تاعي غادي نحب نقول له ربي معاك ويوفقك وراك معناها فخر كرة اليد وربي يوفقه في المسيرة نتاعو. وائل جلوس وائل جلوس سي اون ليجوند معناها سي اون ليجوند اكزيستونت في تاريخ كرة اليد. وائل جلوس تاريخ كبير وملاعب كبير برشا وإنسان كبير برشا زاد عنده قلب طيارة برشا وأنا ديما معني أنا ممكن عاطفي شوية لكن وائل فرض معني التاريخ متاعو على كرة اليد التونسية. نتشرف بمعرفة وائل وبصحبة وائل وإحنا وخيان مش صحاب ونحب نقول له زاد كيف كيف ربي انت زاد يوفقك وان شاء الله نشوفك ديما ما احسن شيء. نشكركم برشا مدام اميره يعطيك الصحه نورتنا قصي محليك فاطمه بوسه كبيره يعيشك يوسف يعطيك الصحه شرفتنا نورتنا ان شاء الله اليوم برشا شباب استفادوا من حكايتك نجموا نوصلوا لابعد من اللي نتصور والطفل الصغير ولد حلق الواد معناتها نتصور انه عمره ما كان يحلم نهار من نهارات انه يعمل التتويجات هذوم الكل واليوم هاك وصلت مسيدهم صحيح وتحكي صحيح. عليهم بفخر صحيح. هو هذه هي فما نقطه مهمه انك تمن بنفسك وتحط الامكانيات النجاح الكل انت اللي تحطها يعني يفو اريتي دو شيرشي دي اكسكوز هذا عمل لي وهذا كذا ركز مع روحك تلقى الثنيه وراو بالتسهيلات وبقدره ربي تلقى معناها رضايه الوالدين الانسان يكون صادق مع روحه صادق في احاسيسه صادق في الشوا نتاعو ما ينجم كان ينجح واضح ما ينجم كان ينجح. انا نحب كلمه ختام نحب نوجه تحيه اول حاجه للناس اللي وقفت معايا لكل عائلتي الكبيره لاصحابي الكل في فرنسا في اسبانيا في قطر الناس الكل ونحب نقول اللي راي تونس ولاده يلزمنا نفركسوا على المواهب عندنا برشا مواهب نفركسوا عليهم تو تونس تقف على ساقيها ان شاء الله. نشكرك برشا شكرا يوسف بن علي شكرا. فاميلي يعطيكم الصحه نفسي